السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. موعد مباراة مانشستر سيتي أمام بورنموث القادمة بإذن الله تعالى في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام بورنموث هيكون ميعادها بإذن الله تعالى اليوم الخميس 24/9/2020 24 سبتمبر 2020. المباراة هيكون ميعادها الساعة 8:45 دقيقة عن 9:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 9:45 دقيقة عن 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام، والساعة 10:45 دقيقة يعني 11:15 مساء بتوقيت الإمارات وعمان. أيضا المباراة بين مانشستر سيتي أمام بورنموث ميعادها الساعة 7:45 دقيقة عن 8:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 6:45 دقيقة بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي القادمة أمام بورنموث في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية هي قناة بي ان سبورتس اتش دي 4 والمعلق محمد بركات، كذلك عندنا قناة نوفا سبورت البلغارية وبي ان سبورتس 1 الفرنسية ودازن 2 اتش دي وارينا سبورت 6 اتش دي الكرواتية. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة. لا تنسى الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك سبسكرايب واعمل لايك للفيديو، ونراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. ولا تنسى توقع نتيجة المباراة واكتبها في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.